طيب معانا دينا على التليفون. الو الو الو، السلام عليكم. ازيك يا دينا؟ ممكن تعلي صوتك شويه؟ الو السلام عليكم. احنا سامعينك كده، اتفضلي. طب لو سمحتي عايزه اكلم الدكتوره. ايوه صوفيا معاكي. اهلا بيكي، اتفضلي. ماشي يا فندم، لو سمحتي انا حلمت، خير اللهم غاله خير. خير. ان احنا اساسا عندنا حصان. علي صوتك لو سمحتي، احنا مش سامعينك. الو دينا. ايوه بقول لك، حلمت ان احنا عندنا حصان اصلا في الحقيقه. انتوا عندكم حصان في الحقيقه؟ اه ماشي. حلمت ان هو مات. حلمت حلمت ان هو مات، وجوزي جاي بيقول لي ايه، هاتي حبل عشان نشد. قلت له لا، ده مش معقول يكون مات. في حبل علشان اشده وهو ميت؟ هو جاي يقول لي هاتي حبل عشان نشد عشان هو مات. لا بصي دينا، علي صوتك شويه عشان احنا مش سامعين، او ابعدي من السماعه كده لان الصوت مكتوم. ماشي يا فندم. الو. ايوه كده كويس. اه ماشي. انا عندنا حصان حقيقي، فحلمت ان هو مات، وجوزي بيقول لي هاتي حبل عشان نشده. قلت له لا، مش معقول يكون مات، اكيد لسه عايش. اه فخرجت انا وهو بره عند الحصان، لقيت حصان تاني نايم جنبه عمال يزق فيه كده، فراح رفع دماغه وطلع عايش. قلت له شوف لسه عايش، ما ماتش. اه ابشري. طيب ماشي. أبشري. ده اول حلم، ده اول حلم. ماشي. ثاني حلم، ثاني حلم بنتي انا حلمت ان خير اللهم غاله خير، ان في مناسبه عندنا. في مناسبه؟ في مناسبة عندنا. وانا رحت واحنا ذابحين يعني ذبيحة خروف وكده، وجوزي واقف هو مع الجزار ومع الخروف ده، واللحمة ايه قليلة، فانا شافتني شايلة لحمة على كتفي وجاية بيها، وفي شادر منصوب عندنا، فمعرفش مين اللي عامله. عندك ولاد؟ عندك صبيان؟ انا عندي اولاد بس صغيرين. طيب خليكي معانا يا دين. الحلم الاولاني بصي، هو طبعا موت الحصان في البداية معناها تعرض أحد الأبناء لخطر شديد، بس بما أنه في حبل، الحبل ده الصلة بالله تعالى والدعاء. الدعاء اللي هيرده تاني بعد خطر رهيب جدا. فلذلك خطر صحي يعني، ممكن يكون حادث، ممكن يكون حاجه، الله اكبر. بس انت التحصين اهم حاجه، تحصني ولادك، تحصني وتصدقي علشان ما تقعدش برضه تفكر في موضوع الحلم ده. بالظبط، لازم الصدقه. الصدقه هتدفع لك الضرر ده تماما. تماما. وبعدين حته الحلم التاني ده حلم سيء، فبرضه زي المتصله قبلها بلاش نفسره، وحش جدا. طلعي صدقه بنيه دفع ضرره وخلاص.